في البداية أتوجه بخالص الشكر لقناة سي تي في وبرنامج إنسان على اهتمامهم بمتحدي الإعاقة في الفترة الأخيرة، ودي حاجة طبعا يعني ما سبقتش قبل كده لأي قناة من القنوات المسيحية أو القنوات على مستوى مصر، فنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. طبعا كل سنة وانتم طيبين. جمعية الكرمة ليها الريادة في ان هي دايما بتهتم بالأولاد بتوعها، ودايما بيبقى ليها شكل جديد في الاحتفالات بتاعتنا. نحتفل بالولاد بتوع الجمعية كلهم، بيشرفنا طبعا نخبة من قيادات الدولة والناس اللي دايما بتهتم ان هي تكون موجودة وبتشاركنا في أفراحنا. طبعا دي حاجة بتسعد قلب الولاد جدا، ودايما بتهتم الجمعية بأنها تعمل دوت، إن احنا نحاول إن احنا نبث روح الفرح في أولادنا. وطبعا الجمعية ليها زي ما أنا قلت لحضرتك ليها الريادة في إنها بتعمل دوت. الجمعية كمان فيها أولاد من سن حضانة دلوقتي لغاية سن جامعة. عملنا مبادرة جديدة إن احنا بنرعاهم صحيا، بنوفر أجهزة قياس الضغط والسكر، الأجهزة الناطقة عشان تنفع الكفيف، وبنوفرها لهم بأسعار رهيبة زهيدة أو بالتقسيط.